يا هلا والله وسهلا وحياكم الله. الجانب المظلم من الابتعاث. امس كنت جالس الحالي كذا وكان يوم خميس والجو الان زين في بدايه نوفمبر في السعوديه وقاعد ناظر الاخبار الزينه ما شاء الله تبارك الله المطار وموسم الرياض وزانت الدنيا وزانت النفسيات وزانت العلوم. وانا جالس في البيت هنا الحالي في الابتعاث طبعا في مدينه نيوكاسل. وخلاص بدا النهار يقصر وبدا الليل يطول وكان عندنا عاصفه قويه جدا ممطره يعني بشكل رهيب. ف جلست افكر كذا وجالس اشوف الوضع اللي انا جالس الان الساعه خمس خلاص خمس المساء طبعا الدنيا ظلام وجالس اتابع السنابات وجالس اتابع مثلا المقاطع هذه فاثرت فيني فغردت تغريده فعلا انا جالس اتخيل نفسي اقول يا الله شوفوا شلون الناس عايشه هناك مثلا في السعوديه شوفوا شلون المبتعثين عايشين بالوضع هذا يعني وغرد تغريده كتبت فيها متحمس على الابتعاث تبي تقدم يا ويلك جتني عليها تعليقات وردود وجتني ناس في السناب وناس في الخاص في تويتر وجتني ناس حتى في الواتساب انا من من الشيء اللي جالس اتخيله يعني انا روتيني اليومي في الابتعاث يعني اللي يمكن يمكن انا عندي اشياء اشتغل فيها والهي نفسي فيها غير الدراسه لكن اللي ما عنده هذا اللي جالس افكر فيه الشخص اللي ما عنده اهتمامات غير فقط دراسته وهذا صعب جدا انك انت تتاقلم في الابتعاث واحده من الثنتين اما انك تلهي نفسك في دراستك لما تجيب على قولتهم اي او انك انت إذا أنت تقول والله أنا جاي بس أنه بدرس و... وعندي وقت فراغ وطبيعي أي واحد يكون عنده وقت فراغ يعني الإنسان مو مكينة هنا وقت الفراغ في الابتعاث هو اللي إذا بتجلس بكالوريوس أربع سنوات الله يعينك أو الدكتوراه الدكتوراه طبعا دائما مشغولين في في أبحاثهم الماجستير أقل من سنة هو خالص إن شاء الله في بريطانيا بس أتكلم مع طلاب البكالوريوس بالتحديد فهو وقت الفراغ هذا ولما أنت تشوف أهلك اصدقائك كيف وانت جالس هنا خلاص ما عندك شيء يومك يعتبر انتهى الساعة أربعة ونص المساء أربعة طلعت من الجامعة يعتبر يومك انتهى حتى خلنا لك ستة المساء يعتبر يومك انتهى وبتجلس على هالحال أربع سنين هنا أقولك يا ويلك ف... عشان تمر عليك فترة تيب. طبعا ما أخوفكم أنا ولا آه يعني يعني أنفركم بس لازم تعرف أنه الابتعاث مو فقط ترى انك عايش انت برا السعوديه وقاعد الدولة أوروبية و... ترى هذا كل ما فتره وبتمل منه انا كنت اشوف الموضوع وانا الان عشت الموضوع شفت الابتعاث وش كنا كنا وحده تبي تتزوج ومبسوطه تحسب الحياه الزواج كل دلع ورومانسيه وورد و... وسفر وساعات صدر، ما ما شا... ما تذكرت ولا حسبت حساب الجانب الجدي في, في الزواج، نفس الشيء في الابتعاث في جانب لازم انت تشغله، لازم انت تعبيه كده تملاه عشان ما يكون يتأثر يجيك تأثير سلبي ويكون متجدد مع فتره ابتعاثك عشان ما يجيك على قولتهم الكآبه والروتين الممل والروتين القاتل. طبعا انا اعرف ناس ما شاء الله تبارك الله عليهم عندهم قدره لتحمل هذا الروتين عجيبه غريبه وكل يوم يجتمعون وكل يوم يسولفون وكل يوم يعيدون نفس السؤال لدرجه اني انا مليت من جلستهم يعني فعلا صرت اجلس اقول لي متى انا بجلس كذا يعني نفس السوالف نفس ما في شيء جديد غريبين جدا يعني وبعضهم طلاب بعضهم مرافقين هذولا سبحان الله سبحان اللي اعطاهم التاقلم مع الطقوس هذه أنا من الناس اللي لازم ما أقدر أتأقلم على جلسة واحدة وما في إنتاجية فأنت إذا أنت ما فكرت في الشيء هذا هذا الشي الجانب المظلم في الابتعاث أنك أنت كيف تلهي نفسك كيف تشغل نفسك وأنت تشوف مثلا يعني الناس في السعودية كيف عايشين كيف أول الناس إذا طلعت ابتعاث أنا واحد منهم شو أقولها لك أنا واحد منهم أنا لما كنت في أمريكا قلت أنا بقى أستقر في أمريكا لأني شفت في هناك الوضع كان مختلف لكن احنا الان في السعوديه اللهم لك الحمد صار الوضع بالنسبه لنا افضل. اول المبتعثين وفي ناس الان منهم في حثاريب منهم الان ودهم يطولون وبعضهم مقدم على اقامه وبعضهم اخذ جنسيه. بس هذا ولا يعني حالات شاذه لكن الاغلب الان كله يبي يخلص ويرجع. اول الناس تبي تمدد وتجلس الآن الناس بتخلص وترجع. طبعًا شوف أنا أكلمك بشعور واحد قاعد ثمان سنين خارج السعودية. ثمان سنين تفاصيلها بتعرفونها إذا تخرجت إن شاء الله. ثمان سنين هذه. المهم فلما أقول لك الشيء هذا أعرف إنه أنت أنا مو في أول سنة سنة بعد أتكلم معك في الشيء هذا، ولا في ثاني سنة، ولا في ثالث سنة. فأتكلم معك بتراكمات لازم أنت تبني نفسك فيها. صور نفسك أول الابتعاث صورة تذكر ذا الكلمة وشوفها قارنها بينك وبين التخرج. يعني هذه عمر عمر طفل عمره اربع سنوات تخيل. فانت لازم العمر هذا لازم تطلع فيه بنتيجة ولازم ما تخليه يأثر سلباً عليك ولا انك انت تمارس سلوكيات خاطئة في الفترة هذه. واحرص احرص قد ما تقدر انك انت يكون عندك مثلا اذا انت ما عندك مثلا اهل يدعمونك يكون عندك سيوله دخل اخر بحيث انك انت تقدر تسافر مثلا السعوديه مو انتظر تذكره مثلا سفير تنزل لي في كل تسعة شهور لا انا بيجيني عيد الفطر بيجيني عيد الاضحى بازرق بروح اتعيد وارجع هذه الاشياء تراها تسوي لك تغير نفسيتك عرفت انا انا مجرب الموضوع انا قعدت هنا فتره طويله في الاعياد اتعيد هنا و صار جاني تبلد جاني تبلد تخيل. فهذه الاشياء حاول انها انت هذه تدعمك، هذه تخليك انت تعيد ترفع معنوياتك، نزلتك السعوديه 10 ايام، 12 يوم، اسبوعين. لو اسبوع لو اسبوع اتعيد وارجع. فهذه الاشياء ضروريه جدا، انا عشان كذا امس غردت التغريده هذه قلت يا اذا في ناس كثير تقول لي ليش ليش ليش؟ انا ما اقدر افسر لكل واحد ليش انا قلت الكلام هذا. يا ويلك اذا انت ما عندك يعني آه برامج ما بعد الجامعه او ما عندك مثلا امكانيه انك انت فعلا تقدر تروح تكسر روتينك. يعني آه في ناس هنا حتى لندن ما يقدر يروح لندن، لانك اذا لو تروح لندن تقعد فيها يومين ثلاثه اقل صرفيه عنك عن 500 باوند، هذه قيمه اجار بيتك. هذا اجار بيتك الرخيص طبعا مو بالغالي، غرفه هذا. ف في اشياء في تفاصيل في الابتعاث ترى لازم تفكر فيها انه بتمر بصعوبات. بتمر بصعوبات، بتمر بصعوبات اجتماعيه، يعني بتمر بالهوم سيك، الحنين الوطن، بتمر بصعوبات ماليه، الروتين القاتل، بتصير تمليت انت من الدراسه، بيجيك ملل، ملل، ملل. الا اذا انت ما تشغل نفسك. لازم تشوف لك طريقه تشغل نفسك فيها وشف اصبر. انا لا اقول ترى انا تعلمت الصبر انا اقول لك فواز والله العظيم ما اتخيل انه بتجيني ايام صعبه من اصعب اللي مريت فيها انا في الابتعاد يمكن انا مرت فيني ظروف خاصه غير غير اي واحد مثلا وهذه الاسباب بتعرفونها ان شاء الله بعد ما اتخرج فهذا هذا الشيء علمني اني انا كيف اصبر وكيف اني خلاص بديت اقلم دائما في نوفمبر هو نوفمبر هذا الشهر الكئيب في بريطانيا حتى مو انا اللي اقول انجليزي نفسهم مو حتى هم يقولون نوفمبر هذا اذا عدى نوفمبر خلاص تعتبر السنه خلصت ان شاء الله يعني الحياه بدات حياه جديده ف نوفمبر دائما هو شغل حاول تخلص شغلك الاسايمنتات حقتك كلها في نوفمبر عشان تسافر في ديسمبر ترى ديسمبر طلاب البكالوريوس اجازتهم يمكن من بعضها الاحيان من 15، من 16، من 17، بعض بعضها الاحيان من 22 إلى 25 تقريباً أو 22 يناير طبعاً احسب السمستر اللي بعد أول أسبوع هذا ما عندك شيء، تقدر تاخذه ونفس الشيء آخر أسبوع طالما أنك أنت خلصت السايمنتات والتسليمات يعني تقدر تجلس في السعودية يمكن 40 يوم إجازة، بس إذا خلصت بدري فأنا أقول لك أنا غررت التغريدة هذه يا شباب، يا جماعة الخير من الشيء اللي امس قاعد ماسك الجوال واضحكت بس ما اقول يا الله شوف البوليفارد شوف المقاهي شوف الدنيا شوف الحفلات وانا هنا امس جالس لحالي كذا في البيت يا طبعا انا قديم هنا واصدقائي بنسبه 99% كلهم سافروا وخلاص احس اني ما عاد ما عاد عندي قابليه اني اتعرف على ناس جديده وانا على وجه اني امشي فحاولت قد ما اقدر اني احاول اصنع محتوى انتج شيء استفيد من وقت فراغي فعشان كذا اغلب وقتي انا اجلس لحالي واستمتع صراحه بس احيانا اذا شفت اقول شوفوا المفارقات يعني شوفوا المفارقات يعني الناس مجتمع ثقافه مجتمع عايشه ما شاء الله تبارك الله وهنا الناس في المجتمع في الليل هدوء صوت المطر صوت الهواء فهذا اللي خلتني اغرد التغريده هذه، اتمنى انها وصلت الفكره ولا تخافوا من الابتعاث، والله اني تعلمت في الابتعاث ما في شيء ما كنت راح اتعلمه لو انا ما طلعت ادرس، مو بالدراسه، الابتعاث مو فقط دراسه، الابتعاث تجربه حياه، والله تجربه حياه تعلمت منها اشياء كثيره وراح اذكرها بعد التخرج في المحتوى اللي جالس اعده انا ان شاء الله. تفاصيل 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 التفاصيل بالصوت والصوره ان شاء الله. الله يوفقكم واعذروني اني خرجتكم امس فحبيت أن اوصل الرساله هذه وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد.